رغم التحفظات اللي عندي على الدور اللي لعبوا بالعيز، أنا نحيي فيه ما أحيي ما قام به إن استقال عن حق، لأن إذا كانت مصلحة البلاد ومصلحة الأفراد غير متطابقة، فإن كان الإنسان يحترم نفسه فيفضل مصلحة الجماعة، مصلحة البلاد على مصلحته، وأحسن ما فعل لأنه يكون بذلك فعل حاجة واحدة يشل بها الشعب الجزائري، لأنه وراه 20 سنة من نيجاتيف، ولكن هذا يشل بها التاريخ.